اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم واسعد الله مساءكم من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس مره اخرى. ومره اخرى مشاهدينا في حاله اختفاء، لكن هذه المره في شكل اخر. سابقه شاب داير شركه كمقاول ذاتي ديالو خاصه بالبحث عن المختفين، وكيبحث على والد شابه في عمرها 30 عام عايشه في تونس وكتقلب على باها، والقضيه فيها تفاصيل مثيره مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. اول مره بالمغرب كنشوفوا يعني هذه التجربه هذه ديال هذا الشاب هذا، واللي كنسمعوا انه هذه السيده كتقول على حساب التصريحات اللي قال لنا والمعلومات اللي عطانا هذا السيد، وكذلك واللي ادلى لنا بوكاله من طرف ابنه هذا السيد هذا، اللي قالت انه في 1994 التحق بالمغرب ولم يعد الى تونس الى يومنا هذا. وكاينه تفاصيل من بحال انه الوالده ديالها انها توفات، وعدد من المعلومات اللي غنحاولوا انه نوصلوها الان من خلال هذا البث المباشر رفقه الاخ اللي معنا الان على المباشر، هذا الشاب اللي كما سمعنا انه يعني كيخدم على البحث عن المختفين. فهذه جديده هنا ببلادنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، خليكم معنا غادي نسمعوا شنو واقع القضيه. سعيد خويا مرحبا بك معنا على المباشر، شنو واقع في هذه المساله هذه؟ هاد معكم سعيد عمروي مقاول الذاتي ومستشار العلاقات العامه والاتصال والبحث عن مختفون من مدينه الحلحاج، فين كاين المكتب. هذا المكتب تيدير البحث على العائله داخل المغرب. هاد انا يعني اللي كيهمني يعني باش من اللي كيهمني في هذه القضيه هو القصه ديال هاد الشركه قصه ديال ريم العمري، هي ام ديالها مغربيه وباها تونسي، وخا جدتها مغربيه اسمتها امينه بنت يمينه بنت محمد عربي، وجدها اسمته منير بدون بلا ما تدخل في الاسماء، الله يجازيك بخير، بدون ذكر الاسماء. جدة اذكر اسماء هنايا، وخاصك تكون عندك معك العائله ولا حاضر معك شي واحد، بدون ذكر الاسماء. واخا جدة تتواجد هنا في المغرب. جدتها اللي تتواجد هنا في المغرب دخلت مع ولدها في 1994. هو الوالده ديالو؟ هو الوالده ديالو جاو لتونس. هو كان كيعيش في تونس؟ كان تيعيش في تونس. شنو كان كيدير في تونس؟ كان تيخدم في قطاع بنكي اللي تابعه للدوله التونسيه. خدمت تما في شي بنكه. في شي بنكه. وفي 1994 كان الزوجه ديالو قال لي يلاه ندخلوا للمغرب، قالت ليه ما يمكنش. كانت هي خدامه في شي مرته مغربيه ولا مو مرته مغربيه. فوالا. مرته مغربيه. وهاد السيده توفت من بعد. مورا ما جا هو توفات مورا والبنت ربتها. ما حضرش ليها؟ ما حضرش هو؟ لا ما حضرش. اللي قالت لي المعلومات عطاتهم ليا بنته ريم العمري اللي عطاتهم ليا. هذه المعلومات تواصلت معها، كانت دارت واحد نداء في قناه بدون ذكر قناه سابق في قناه مغربيه. في هذا الاطار باش تقلب على الوالد ديالها. كانت تقلب على الوالد ديالها. نعم. وهذاك النداء ما جابش شي حاجه شي نتيجه. شفت انا كخبره ديالي في هذا المسائل شفتها، وحاولت درت اتصال نشوفها، بغينا نساعدها في هذا البحث. انا كتجربه ديالي في هذا الميدان عرفت درت تواصلت معها، عطتني وكاله درت القانونيه وكاله خاصه ندير بحث على الاب ديالها. درت 7/9/2019 اللي درت واحد مراسله لوزاره الخارجيه المغربيه والسفاره التونسيه بالرباط، وعاودت عاوتاني من اجل البحث على الاب ديال ريم العمري. ما نبقاوش نذكروا الاسماء، الله يرحم لك الوالدين، حيدي الاسماء، الله يجازيك بخير.
يعني ممنوع علينا انهم نذكروا الاسماء هذه كتبقى وضع خاص ديالك واخا ريم المعلومات الشخصيه ديال السيده اللي عندك هذه ما عندناش معلومات الله يجازيك بدون ذكر الاسماء ما نذكروش ديال السيده شابه مغربيه درنا واحد المراسله للقنصله المغربيه في 7 في شهر 9 2019 ودرنا في 2020 جوج وبقيت تنتواصل مع القنصليه هاد هو ما قالتلكش من مدينه كان كيستقر فين مدينه أرغانا في تونس في العاصمه فين كان عايش فين كان عايش تما وهنا في المغرب فين عايش ما عرفناش الاصول منين ما قالتهاش لك البنت ما عرفهاش حتى هي ما عندهاش المعلومات مالها هي زايده لهيه زايده هي لهيه في تونس زادت في تونس في مدينه أرغانا حتى هي أريانا تماك فين زايدة البنت حتى هي ودابا باقا عايشة تما مازال عايشة تماك ومتزوجة نعم تماك وخدامة تماك وهي بغات تشوف تلقى مع الأب ديالها ولا عندها شي خوتها وبغات تعرف تجد عائلة جدتها مغربية حتى هي عندها دابا جنسية يعني تونسية كتقلب على أصولها وكتقلب على الجذر ديالها كما كنقول دابا عندها الجنسية التونسية وعندها الجنسية المغربية دابا هذه دابا عندها الجنسيه التونسيه والجنسيه المغربيه المشكل دابا تواصلنا مع السلطات اللي صيفطنا معاهم خدامين معايا الا القنصليه التونسيه هنا والسفاره ما بغوش يعطونا المعلومات قلنا لهم الا كان المعلومات ديالها ديال الاب ديالها ولا كيفاش المعلومات ديال الاب ما فهمتش الاب قلنا لهم الا كان تيجي تتعامل معكم جا دار بطاقه التعريف ولا جا دار باسبور ولا كاغيت الزواج ولا دابا اللي بغى يطلب عقد جديد خصو يجي للقنصليه بغى هو راه مغربي علاش غيمشي للقنصليه؟ تما زاد في تونس هو حتى هو زاد في تونس زاد في تونس 1958 هو فين انت هو خالق في تونس خالق في تونس يعني الوالده ديالو والدها في تونس تونس هاك والوالده ديالو حتى هي زاد في تونس واذا هادو توانسه ماشي مغاربه لا باهم اللي تونسي امهم مغربيه نعم تا السيد مو مغربيه نعم فهمتي ما دخلش ليا هذا الشيء راسي ما فهمتش الام ديال الشاب اللي كيقلبوا عليه راه خالق في تونس في تونس نعم زياده وخلق تما في تونس ودخل هنا للمغرب اذا يعني حتى الاوراق ديالو والمسائل ديالو كياخذهم من القنصليه هنا في المغرب هاي هذا الشيء دابا فين قلنا تواصلنا مع القنصليه يعني باش تفيدكم التونسي هاي قلنا لهم الا جا بدل الباسبور ولا دار بطاقه الوطنيه ولا خدا عقد ازدياد ولا شي حاجه ولا بغى يدير شي شركه ديالو ولا شي حاجه عطينا المعلومات ديالو قال لك واخا صيفطنا حنا قال لك صيفطنا الدوسي ديالو لتونس تجمعنا المعلومات ونردوهم لكم من بعد القنصل نهار تواصلت معاه التيفيان قال لك ما نعطوكش المعلومات قلنا ليه انت تواصل معاه كان قسم ديال الشؤون الاجتماعيه اللي تيفك هذا الملفات علاش كنا كتجربه ديالي القنصليه كان قسم ديال الشؤون الاجتماعيه تعيطوا للاب تيقولوا ليه واش كاين هذا الشيء ما كاين تعيطوا ليه تيقولوا ليه واحد السيد ولا واحد بنتك ولا هذيك تيقلب عليك عندك بنتك تيقول لهم واش بنتك بعدا ولا ماشي بنتك لانه باش يتاكدوا من هذه المعلومات من بعد الا كان الجواب تيقول لك هذا السيد قابل يشوفها ولا ما يقابلش دابا القنصليه التونسيه ما بغاش تعطينا المعلومات والسيده بغات مسكين تشوف الاب ديالها 36 سنه مسكينات محرومه على الاب ديالها بغات تشوفو لا كان عندها شي خوتها وهادي وتعرف حتى جدتها المغربيه وتعرف الاصول ديالها مغربيه ودير الوراق حتى هي تاخذ الجنسيه المغربيه فهمتي بزاف الموضوع هنا القنصليه ديال الاجانب هنا في المغرب تنتعاملوا معاهم علاش انا 15 عام تنخدم في هذا الميدان ما عمر لقينا المشكل الا في القنصليه التونسيه هنا في نتمنى الرساله ديالك انها توصل وتلقى التجاوب ان شاء الله الرساله ديالي الرساله ديالي تنصيفتها تنصيفت هذه الرساله للاب ديال السيده ريم اللي تواجد في تونس يسمع هذا النداء وتنتمنى السفير التونسي هنا في الرباط يسمع هذا النداء ويعاوننا ان شاء الله في هذا الدوسي نتمنى ان شاء الله التوفيق في هذا الخير شكرا شكرا اخويا وتنتمنى شكرا
وتتوقف معنا في هذه الحالات هذا واجب. شكرا بزاف. هذا واجب اخي، تحياتي لك سي سعيد. مشاهدينا ومتابعي قناه شفت فيه كما تابعتوا معنا، كانت هذه قصه اللي سمعنا فيها عدد من التفاصيل المثيره، وهذه كما قلنا تجربه نعتبروها سابقه لهذا الشاب هذا اللي خدام في هذا المجال هذا. وتحياتي لك، ولو انه يعني كتبقى غريبه شويه انه البحث عن المتغيبين، فهي كاينين الناس اللي كيخدموا على هذا الشيء هذا. فمشاهدينا ومتابعي قناه شفت فيه كنتم معنا في هذه القصه ديال هذا الاب ديال هذه الشابه او شابه اللي كتعيش بالديار التونسيه، واللي كتبحث على الوالد ديالها اللي دخل المغرب في 1994 رفقه الجده ديالها لحدود الساعه ما عارفين عليه حتى شي حاجه. نتمنوا هذا النداء هذا انه يوصل للاب كذلك ويلقى التجاوب ان شاء الله، ونسمعوا اخبار الخير في الايام المقبله، وتفرح هذه الابنه من الديار التونسيه، واللي كنوجهوا لها كل تحيه، وللشعب التونسي الشقيق. مشاهدينا ومتابعي قناه شفت فيه، كان معكم مراسل قناه شفت فيه منير معطاوي من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وغنرجع لواحد الكومونتير ديال الاخ كازاوي الياس، ممكن خويا تاخذ الرقم ديالي من ستوندار ديال القناه، تواصل معاهم وخلي الرقم ديالك تما وغيرسلوه لينا وغادي نتواصلوا معاك، ما كاين حتى شي مشكل خويا. مرحبا، نحن رانا اشارتكم.